وينضم إلينا عبر الهاتف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. نتشرف سمو الشيخ عمار بانضمامكم معنا في هذه التغطية الخاصة لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد. ماذا تقولون في هذا المصاب الجلل سموكم؟ مشكور. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البداية حب عزي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات وجميع المقيمين على هذه الدولة الطيبة ودول مجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية. الحمد لله رب العالمين. الفقيد فقيد كبير، والبركة إن شاء الله في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأخوانه وجميع حكام الإمارات. والله يوفقه، والله يشد من أزره والتقدم للإمارات إن شاء الله. نعم، سموكم يعني عملتم بقرب مع صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه ويوفقه، رأيتم يعني قربه من المواطن وقربه من يعني من يقطن في هذه الدولة في حفظه، في حفظ أمنه، في حفظ ممتلكاته، في رعايته بشكل تام. ماذا تقول وماذا يعني تنظر إلى هذا العهد الجديد بقيادة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؟ هو بلا شك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو امتداد للشيخ زايد والشيخ خليفة، ومكمل على نفس المسيرة، وإن شاء الله بيقود الإمارات إلى تقدم وإلى ازدهار. هو في الحقيقة في الفترة السابقة كان قريب جدا من هموم المواطنين ومن هموم شعبه واحتياجاتهم، و التطورات اللي صارت في الفترة الأخيرة كلها بسببه هو. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا يعني بهذا القائد العظيم الشيخ محمد بن زايد، وإن شاء الله أنه نشوف الإمارات من تقدم إلى تقدم وازدهار إن شاء الله في جميع المحافل. نعم، سموكم يعني كما تعلمون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يقود الفترة الأخيرة في فترة مرض المغفور له الشيخ خليفة، وكان متحملا لهذه التكاليف وهذه الأعباء في الحكم داخليا وخارجيا مع فريق عمله ومع كذلك أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حفظهم الله. ماذا تقولون بهذا الرجل كرجل دولة على الصعيد الخارجي بالتعامل مع القضايا المشتركة، القضايا الجوار، قضايا العالم، كيف تعاطى معها وكيف رسخ كذلك مكانة دولة الإمارات ورؤية المغفور له المؤسس الشيخ زايد ورؤية كذلك مؤسس التمكين وقائد التمكين الشيخ خليفة؟ كيف ترون هذا الرجل خارجيا؟ الحمد لله رب العالمين. مثل ما تفضلت أخويا أن يعني في خلال الفترة الأخيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد حراك في خارج الإمارات، والأشياء اللي سواها على الصعيد الدولي أشياء تشهد له بالبنان، وعلاقاته بالدول المجاورة وعلاقاته بالدول الغربية علاقات متميزة سبب وجوده. الحمد لله رب العالمين، رؤيته ونظرته بالنسبة للعلاقات الخارجية هاي رؤية ثاقبة، وإن شاء الله نشوف هذه العلاقات تتقوى وتتحسن يوم بعد يوم إن شاء الله، ونشوف مكانة الإمارات في الدول العالمية المرموقة إن شاء الله. نعم سموكم، يعني سؤال أخير لو تسمح لي، كونكم ولي عهد لإمارة عجمان وتتعاملون مع خدمات المواطن بشكل يومي وخدمات الشعب في الإمارات بشكل يومي، ماذا تقول في هذا المصاب الجلل؟ نحن بين زمنين الآن، فترة التمكين وفترة كذلك سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد فترة يعني مستقبلية، ماذا تقول للشعب في دولة الإمارات من يقطن في هذه الدولة سواء مواطن أو مقيم كذلك؟ أنا أقول أن الفترة الجاية بتكون فترة مزدهرة إن شاء الله بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهو مثل ما يقولون سيد العارفين
احتياجات هذه الدولة وعنده العلم وعنده المعرفة شو اللي قاعد يصير بهذه الدولة. إن شاء الله أقول لشعب الإمارات وأقول للمقيمين على هذه الدولة أنكم بنشوف مرحلة متقدمة ومزدهرة إن شاء الله بقيادة هذا الرجل العظيم. نعم، ونحن هنا في أبو ظبي الإعلام إذ نشكر سموكم على هذه المشاركة في هذه التغطية الخاصة لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. شكرا لمشاركتك معنا. شكرا، شكرا كثير، وأحب أعزيكم مرة ثانية وأعزيكم أنتم بعد. الله يسلمك. الدوام لله، وشكرا لك. شكرا لك سمو الشيخ.